غنعطيك مقارنه مع المنتخب الكرواتي اللي واجهنا حنا كاع في المقابله ديال النهائي، راه لاعبين الاسهم ديالهم ارتفعت لدرجه انه وليت كنسمع اريسونتال من الدوري الالماني جا مانشستر سيتي اخر صفقه، لاعب اللي كان مغمور بالنسبه لي ما كانش كنعرفوه بزاف، وشاهدته انا في المنتخب الوطني المنتخب الكرواتي واعجبته بهذا اللاعب، وبان لي مدافع تبارك الله صحيح يعني، وكان حداه شكون كاين حدانا مدافعين اللي تالقوا حنا دفاعيا تالقنا بشكل كبير، لا على المستوى الجهه يعني اليسرى لا على المستوى. نعطيك مثال بالنسبه لي عطيه الله، انا بالنسبه لي عطيه الله هذا تساؤل بالنسبه لي لاعب محلي، هذا لعبتي في مع المنتخب وابليتي البلاء الحسن لان قدم مستوى كبير عطيه الله يعني منذ الدخول ديالو يعني ابانا وعطانا مؤشرات على واحد ايسر موديرن بالطريقه المواجهه ديالو خصوم ضد لاعبين يعني اسماء، وكيفاش كان كيراه وكيفاش كيمشي وكيفاش كيعطي كيفاش هذا الاسهم ديالو بالنسبه لي انا تساؤل ما ارتفعتش في ظل ان هادشي تتكلمت فيه في 2004 اللاعبين كانوا كيلعبوا الانديه الحمد لله كانوا كي لا لي ماناجر غادي نتكلم هادي تاهي لي ماناجر ما ناجحينش هادي تاهي نقدر خاصنا نعاودوا نتفق معاك هما اللي كيمشيو يتفاوضوا هما اللي كيسوقوا برافو حتى النوعيه ديال بدل لي ماناجر اللي ولا عند الوكلاء ديال اللاعبين ديال هذا خاصهم ما يديروش العمل ديالهم يعني لا لا يعقل هذا الطلبه بشي حوايج خياليه زعما ايوا هذاك الماناجر هو تيمشي يتفاوض اما ما عرفش يتفاوض اما ما عرفش يسوق لي الصوره ديالي اما بزاف الحوايج